بسمع على المستوى الشخصي بالنسبه لي انا مش مرتبطه، يعني من غير ما تزعل، يعني مش مرتبطه بس بحكايه انها فنانه او ممثله، لانه انا كنت بشتغل وبنقل من النيل الدوليه اللي بالانجليزي للنيل الاخبار، وبعدين شفنا المجموعه اللي نقتها الاستاذه سلمى الشماع عشان تشتغل في النيل المنوعه. كنتوا متضايقين مننا؟ لا خالص. كنتوا حاسين ان ايه مجموعه العيال دي اللي جت تبوظ طريقه التقديم؟ لا انا كنت مبسوط انه ايه، يعني اخيرا بقى في حد كمان شويه اصغر مني. كنت بتعامل دايما على انه اصغر واحد. فايه ده بقى في حد اصغر مني. ما بيوحشكيش التلفزيون؟ بيوحشني التلفزيون وبيوحشني تقديم البرامج، واكيد لو جالي برنامج شايفه نفسي فيه في المرحله اللي انا فيها هفكر جديا في ان انا اعمله، على شرط انا ما بقتش عارفه، لان انا ارتباطي بشخصيتي كممثله بقى اقوى طبعا، فساعتها هبقى بقدمه من منظور الممثله اللي بتقدم برنامج، بس عندها الممثله اللي بتقدم برنامج بس عندها خبره في مجال. انا كنت متخيله تقولي لي لا انا بسمع الممثله هي لا، لو جالي حاجه مناسبه ليا في المرحله دي، بس لو ما جاليش الحقيقه ان انا بحب التمثيل قوي قوي وبيرضيني قوي. ما كانش باين عليها كده وهي بتشتغل مذيعه، يعني لما كناش نعرف بقى انها لسه هتبقى الممثله. التلفزيون له مكان عندك ولا انت من اصحاب العقول والمواهب اللي عايزه سينما؟ التلفزيون ليه اهميته الكبيره جدا، لان انت من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال البلاتفورمز المختلفه، اللي هو احنا كل كام يوم بقينا بنسمع عن بلاتفورم جديده، انت بتقدر تدخل كل البيوت في النهايه. السينما الناس هي اللي بتختار ان هي تنزل تجي لك. أيوه. بس دلوقتي في افلام بتتعمل لشاهد منصات في اي بي مثلا بتعرض حاجات معروضه تخصها طبعا، بس مازال يعني لسه كان الحوار ده، المناقشه دي كانت دايره بيني وبين مجموعه من الاصدقاء، مازال جوايا وجع لمجرد فكره ان احتمال دار السينما في يوم بعد 10 سنين 20 سنه 50 سنه تنتهي من الوجود. دي بالنسبه لي فكره مقبضه جدا، ما اقدرش اتخيل، لان الطله والهله بتاعت الفيلم ليها طعم تاني في القاعه الكبيره الضلمه. طوروا انتوا كمان وسط ناس ما تعرفهمش، طوروا انتوا كمان في افلام زي اللي انت بداتيها في ماكو، علشان دي حاجه عمرها ما الواحد هيكتفي يعني بس نشوفها على الشاشه. تخيل انك تتفرج على ماكو في زي ما اتفرجش على جوراسيك بارك مثلا في صاله بيتك، ولا على ايباد ولا على لابتوب ولا حتى على تليفون، في ناس بتتفرج على التليفون. لا صعب يعني، ما خلاص الفيلم فقد معنى، فقد جزء كبير من معناه اللي هو